تعدوا الخبر الثاني اللي كان المصدر نتاعو مراد. مراد اللي هبط البارح ستوري فيها تاكسيست خليني نقول غير عادي, استثنائي ما تعودناش نراو حاجه كيما هكاكا في وسط التاكسي نتاعو. وكان الفيديو وتصاور وقعد تداولهم برشا عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي الناس عجبتهم الامبيونس وعجبتهم الفكره. وبوتيتر مراد اكثر واحد ينجم يحكي لنا على التاكسيستي هذا بالرسمي من كوكب اخر. التاكسيستي هذا فهمت الضحك البشاشه الدنيا كل ساعه ياسر محلاه إنسان يسر محلية. راو أنا خديت التاكسي ذي ستة متاع الصباح, ستة متاع الصباح على صعب توين سيسبحوا على بعضهم بالعينين ستة متاع الصباح من بعيد يعني سبحوا كان سبحوا ذي فهمت ذي سيد محلية. الموسيقى اللي حطتها الجو متاع سبيسون الجو متاع معناها الديسان الصور متحركه الصور متحركه اللي عشنا اللي عشنا معاهم الذكريات وكل شيء. وسيد مازال يحب يعمل قال لي عندي كونسيبت كامل نحب نعمله ويحكي لي على الكليونات اللي يطلعوا معاه بالرسمي محليه محليه محليه. ولو لا يخدم مع ابليكاسيون ولا يخدم مع حتى شيء عنده 33 ديز اي تجاري نفت قال لي انا عندي فيسبوك لا عندي انستغرام ما عندي حتى شيء. قال لي انا نحب بكا مخي مرتاح هاو التليفون 33 ديس والقوه 33 ديس حاطه كانه تليفون اي ريت وانا هذاك هاي تقول زي البيب عليها فهمت. قداش عنده توا مراد من عاش كي حكيت معاه قداش عنده يلم فيهم هذوما الكوليكسيون برشا 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 ما يتحسبوش حتى الفولون زول حتى حتى الفولون انت كان ترى وين الفراما عامل فرشه غازون كل غازون ارتيفيسيال وعامل كعبات سنافر اي كعبات سنافر يمشيو ومنين الدور تلقاهم. راهو بالرسمي انسان محليه ومش نورمال والكونسيبت اللي عمله راهو ماهوش مسروق نعاود لكم راهو والله لا هو مسروق خاطر هو قال لي يحلف لي قال لي راني انا جوي هذايا فهمت يلم فيهم بالكعبه بالكعبه وانا حتى عشت لبرا وماليش تاكسي هكايا ما الحقيقه معناها فهمت. وحتى في 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 اليوتيوب في برشا حاجات البارح لوجت قعدت نلوج نشوف لا ما ريتش ما فماش كونسيبت كونسيبت نتاعو هو شيخ بلي تصور ولاد صغار يطلعوا معاه هذايا وتصور ونعطيك ما اقوى حسين ولاد صغار ما يخليو له شيء ما يحبوش يحطوا. البارح انا راني كي هبطت الفيديو هذايا كنت ترى المساجات من عند النساء اللي جاتني ومن عند الاولاد ومن عند والفيديوهات في الكرهبه طلع السيد مشهور هو ديجا من عند ربي فهمت دونك محليه ويرحم والديه ويخدم في خدمه يحبها وان شاء الله يا ربي يكثرنا منهم العبيد هذوما في تونس خاطر هذا يا راهو تطلع يعطيك طاقه ايجابيه الصباح مش نورمال باش نبدا واضحين والله نسيت لسه انا عندي انا راني الناس على الاخر اما راهو اعطاني طاقه الصباح انا خليني نهار كامل شيخ والمساجات العباد الكل هكاك قالوا لي روج راهو نطلعوا معاه الصباح يعطيك طاقه مش نورمال محليه متربي وعاقل وربي قداش محتاجين العباد كيما هكا والله والله تعرف كان كل كان كل كان كل اداره في تونس فيها واحد دكا نهربوا بالدنمارك والسويد وكندا والعالم الكل كان كل واحد يحب خدمته اعطيني الغرام اعطينا عباد تحب تخدمها يحبها وتحية من خلال وهو للتاكسيستية الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا واللي هما من المستمعين زاد الأوفياء البرامج ديوانا فهم شو متالي كرامة شو متالي كل واحد هكا عنده هكا فكرة معينة حاجة معينة ينجم يعمل بها استثناء في وسط خلينا نقول المتشابه وكلموني راهو كلمني شكون راهو كلمني شكون كلمني واحد تونسي مفاجاه هذيا ان شاء الله ربي يحلها في وجهه انا ما نحبش نحكي خاطر الراجل قال لي خليها هكاك حتى يتقابلوا معاه. كلموني منصه مش 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 المنصه اللي كلموني انا هو السيد التونسي يخدم معاهم يعيش لبرا قال لي راهو فما منصه كبيره على الاخر يعملوا في دوكيومونتير على التاكسيات في العالم الكل في المكسيك في الاردن في تونس ويحبوا يكونتاكتيوه باش يجيو ويكلموه ويكونتاكتيوه وباش يعملوا معاه حاجه ان شاء الله بقدر ربي ان شاء الله ربي ان شاء الله ربي يحلها في وجهه. شوف شوف بلادنا كيفاش تخرج ريت ريت يعني من ممارسه بسيطه ولا تفصيل ولا هوايه هو غرام بسيط من عند مواطن تونسي ينجم يخلي اسم البلاد يدور وهكا جوستومون بالفيديو هذايا نحب نحكي على اربع نقاط فيسه النقطه الاولى هي اللي قلت كما كملت بها انت اللي هي الغرام كي تعمل حاجه تكون مغروم بحاجه وتحبها راهي تنجم نهار من نهارات تحلك بيبان حاجه الاولى الغرام خاصه اعملوا الناس اللي يسمعوا فينا اولا الناس اللي يسمعوا فينا لي جون وغيره وحتى الكبار اعمل حاجه تحبها باش تنجم تتميز فيها وباش تنجم وكون متاكد انه يجي ما دامك تعمل في الحاجه تحبها
راك حتى كي تجيك ظروف خايبة، حتى كي تلقى توينسة ولا ناس يحطوا لك بلغتنا العصاف في العجلة، حتى كي الأمور ما تمشيش راه ما دامك تحب في الحاجة اللي تعمل فيها تو تتعلم الصبر، والصبر بشوية بشوية تو يوصلك. الحاجة الأولى الغرام، وحتى لي بارون الأولياء اللي يسمعوا فينا، خليوا صغاركم يعملوا الحاجة اللي يحبوها وما تختاروش في بلاصتهم. النقطة الأولى الغرام. النقطة الثانية هي فيسا فيسا ما نطولش عليك، الديجيتال، التأثير متاع الديجيتال، أنه اليوم فما فضاء مفتوح للناس بالضبط. اللي نجم يخليك شوف وين توصل. أنت تخدم في تاكسي، تدور في الكياسات في تونس، قد تصل للعالمية. يكفي أنك تظهر على المنصات هذه كما قلنا ديجيتال، فيسبوك، انستغرام، مواقع التواصل الاجتماعي، استغلوا الفضاء هذية باش ينجم يكون عندكم فيزيبيليتي، باش الناس تشوفكم. معناها الحاجة الثالثة اللي حب نحكي عليها اللي هي التفرد، اللي هي كيف تعمل حاجة ما يعملوش فيها الناس بالضبط. اللي كي تعمل حاجة ما تجيش على بال شخص آخر، اللي هي الخارج عن السائد اللي كنا نحكيو فيه، هذاك اللي يخليك تتميز، وهذاك اللي يخلي الحاجة اللي تعمل فيها، المنتوج اللي تنتج فيه، التصويرة اللي تقدم فيها مش موجودة في بلاصة أخرى، وهذاك علاش تولي مطلوب. مش وريك قداش كلام حسين صحيح على الاخر وعجبني، مش يوريك يقول حاجه غلط حسين. لا معلم، هذاك شو اسمه السنغالي، شكون اللي يعمل هكا، هذاك اليوتيوبر وتيك توكر، نسيت اسمه. شوفوا وين وصل اليوم، مش خبيب نسيت اسمه. شوفوا وين وصل اليوم، شوف وين وصل راوي يتعامل مع نيمار وميسي بخليفه، هذاك اكبر شركات عالميه، راو فراري وراو شو وين وصل يعني العالمية، وإيطاليا عطته الجنسية عنده توا 3 أيام من فيديوهات. السيد راو كان يخدم في رستورونات وما نجمش يكمل يخدم، ما نجحش، خدم شوفير ما نجحش، قصة متاع كفاح كبيرة ياسر، عائلته هزوهم اللي صغار لإيطاليا، خدم مشي عايش عائلته، اليوم جوارات ولاو هما يحبوا يتصوروا معاه وهما يحبوا يخدموا معاه، وشركات عالمية. علاش؟ معناها جاب فكرة صغيرة بأنه ما يتكلمش اسمه خابيلام يقول لكم خابيلام، معناها مش يوريك قداش اليوم كما قلت لك كل واحد عنده تلفزة وحده نسكروا مش الدقة المهمة باش قلت تقول 4 نقاط. النقطة الرابعة اللي ما حكيتش عليها هي النوستالجي، اللي هي الحنين إلى الماضي، اللي هي الحاجة هذيك كي الناس أول ردة فعل كيف يشوفوا الحاجة هذيك بيقول لك عنده تحف، دي بورتو كلي، فازيت، مزين التاكسي، يقول لك ليه الصور المتحركه ولي ديسانز انيمي اللي كبر عليهم خاصه جيل 80s 90s and 2000. دونك عامل النوستالجيا اليوم مهم برشا باش تمس به العباد. هذه الارضيه المشتركه اللي بتتر تنجم تجمعنا الناس الكل. هذا كان خبر على بزو معناه، احنا موزيكا بعد شوي نرجع لكم في هاو الرسمي مع حذامي. سينو اش عندنا في الدوسي اليوم حسين؟ في الدوسي اليوم مش نحكيه على حاجه احنا ما نهتموش بها، حاجه تعملنا في برشا مشاكل واضرابات وصراعات والى اخره، وقليه تنجم تكون مصدر تاع برشا فلوس. نحكيه على إعادة تدوير ولا الرسكلة متاع الفضلات وغيره. هذا حديثنا في بقية